ايوه يا استاذ حازم. لميت كل حاجه من السنتر؟ لميتها كلها. اتاكد انك ما سبتش حاجه خالص. فاتوره واحده توديك في 60 داهيه. انا اصلا مش عارف انت ازاي سايب الورق ده في السنتر. ما خلاص بقى يا استاذ حازم، ما تسيبش ركب يمال. لا ما تقلقش بهجة، طالما ما عملش حاجه لحد دلوقتي يبقى ما عندوش حاجه يعملها. الورق كله مظبوط. فكرك كده؟ اه طبعا. اخركم يعني هتدفعوا غرامه التاخير والضرايب هتتسدد من رصيد السنتر. هنسددها ازاي بس؟ رصيد السنتر ما يغطيش كل ده. اي عجز هيبقى مسؤوليه بهجة سداده. هو الشريك المتضامن ومسؤول قدام الحكومه. اطمن كله في السليم. انا كنت مطمن لحد ما قلت كله في السليم دي. يا سيدي قلت لك ما تقلقش. بقول لك ايه، انا مضطر اقفل دلوقتي. سلام. طيب في امان الله انت يا استاذ حازم، مع السلامه. ايوه صحيح كله في السليم. بهجت لو كان في ايده حاجه يعملها كان عملها. هيصبر ليه كل ده؟ هو تلاقي المحامي بتاعه ما لقاش حاجه. الحمد لله كله في السليم فعلا. فعلا كله في السليم. استاذ عبد البديع؟ ايوه. انديلي هنا بالسلم. حاضر. بسم الله الرحمن. اتفضل. كتر خيرك. نهار اسود. ضرايب ايه؟ ده قال لي كله في السليم. مالك يا عبد البديع؟ مش عوايدك يعني ترجع بدري؟ تعبان يا منال وزهقان وقرفان، لا عارف اشتغل ولا عارف اركز في اي حاجه. منال انا هتحبس وبيتنا هيتخرب. لا يا اخويا بعد الشر عليك، ليه بتقول كده بس؟ ما تقولش كده. وبعدين اكيد عمو بهجت مش هيوصلها لكده يعني. هيوصلها؟ لا يا عبد البديع. وبعدين هو انت لو اتحبست انا والعيال نعمل ايه؟ هتتشردوا في الشوارع. يا مصيبتي السودا. لا ما تقولش كده. بقول لك ايه يا منال؟ نعم. انا عارف كويس قوي ان عم بهجت ما بيطقنيش من زمان. ايوه. وعمري ما نزلت له من زور. عارف. بس انت وضعك مختلف معاه، بيحبك وبيعتبرك زي بنته، فمتهيألي يعني مش هيستحمل يشوفك زعلانة عليا الزعل ده كله. هو انت عايزني اعمل ايه يا عبد البديع؟ تليني قلبه. انت ايه اللي بتقوليه ده يا منال؟ اسمعني بس يا عمو بهجت، ومن غير عصبيه، عبد البديع هيرجع لك كل ارباحك وهيسدد الغرام وهيدفع الضرايب كمان. اللي زي عبد البديع ده لازم يتسجن، ده مزور ومتهرب وحرام. طب هو ينفع الكلام اللي انت بتقوله ده يا عمو بهجت وانت عارف كويس قوي ان انا والعيال ملناش غيره؟ وبعدين ما هو عارف غلطته خلاص. يعني انا لو سمحته الضرايب مش هتسيبه. لا ما هو هيروح يعمل معاهم تصالح وهيسد كل اللي عليه وحلف ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. طيب انا بعد كده اضمنه ازاي؟ اطمن له ازاي؟ طب انا عندي فكره اطمنك. ايه رايك لو انت اللي تمسك اداره السنتر، وهو بكده انت تبقى ضمنت ارباحك بما يرضي الله، وفي نفس الوقت عينك تبقى على عبد البديع. بصراحة يعني يا عمو بهجت أنا شاكة إن عبد البديع بيلعب بديله اليومين دول، كل يوم والتاني يجيب لي واحدة جديدة ويقول دي مساعدة ده شغل. ده أنت قصدك بقى إن أنا أشتغل جاسوس لحسابك يعني؟ يعني هو أنا يعني يا عمو بهجت مش أنا برضو بنتك حبيبتك ويهمك مصلحتي؟ وبعدين إحنا كده هنبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. حجر بحجرين واحد. عشان خاطري حبيبي يا عمو. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.